فاليوم كانت واجدوا في مقر مجلس البلدي لعين حروده امام قاعه اجتماعات اللي كيداولوا فيها الاعضاء سويت على الحساب الاداري. فاحنا حضرنا الساعه الاولى من صباح اليوم على اساس باش نحضروا داخل الاجتماع، فاذا به نفاجئ تمنعنا من دخول القاعات ديال الاجتماع. وحنا تنعرفوا القانون واضح وبين اللي تيقول خاصة داخل الجلسة أثناء حضور السلطات المحلية وكل شيء حاضر الأعضاء النصاب القانوني وعاد يطلبوا مغلقة ونحضروا التصويت عليها مغلقة، ديك الساعة من حقهم نخرجوا، ولكن فإذا به نفاجأ في الباب حبسونا ما خلوناش ندخلوا. حنا كنتسائلوا الآن أين نحن من الدستور اللي صوتنا عليه في 2011 اللي تيقول أن المواطن أصبح اليوم من حقه الولوج إلى المعلومة. وشكرا. مواطن ما كاين لا جمعية لا تمثيلية لا والو، مواطن مغربي يحمل بطاقة وطنية برقم بي 145202. اليوم اللي كاين هذه دورة متعلقة بالحساب الإداري، والحساب الإداري دائما يكون مغلق لأسباب يبررها الرئيس ومن يدور في فلكيته بأغلبية محتشمة غير قادرة على إبداء رأيها في المعادلة التنموية الحقيقية بالمنطقة، إما خوفا من الرئيس أو أملا في امتيازات تفضيلية. وهذا الشيء اللي كيبرر بأن الحساب الإداري ما عمره ترفض رغم وجود اختلالات مالية حقيقية، اختلالات في التسبير. هذا الأمر الذي أشرنا إليه أكثر من مرة في الحساب الإداري السابق بما قال جلالة الاتحاد الاشتراكي، تغييب المجلس البلدي للحكامة الجيدة يزيد من اختلالات في المنطقة. اليوم تبين بأن هناك القانون 78/8 ديال الجماعات المحلية اللي في المادة ديالو كتقول بأن الرئيس الدورة كتكون مغلقة إلا بإذن من الرئيس هو اللي كيعطي الأمر ولا ثلاثة أعضاء، وكدوز التصويت أمام العموم عباش كيجعل منها مغلقة أو إذا كان شيئا ما يجعل منها مغلقة ظروف أمنية داخل القاعة. وبالتالي هاد الناس كيديروا الدورة مغلقة كأنها مخطط لها بشكل سري وبنية مغلقة. كانت ساخنة لأنه السيد الرئيس كما جرت العادة ولات سنة حميدة تيدخل تيسد الباب وعاد كيعلن مع العلم ان الميثاق الجماعي واضح صحيح احنا لا نناقش، ولكن الباب كيخصو يكون مفتوح لانه جلسه علنيه ويدخلوا المواطنين، وما يدخلوا ويقرر هو جلسه مغلقه كتعطى اسباب النزول. كانت مسائل امنيه، مسائل ديال الدوله، متفقين الى اخره. من بعد كنفضيو هذا الشيء كندوزو للتصويت او كيطلبوها ثلاثه ديال الناس او الرئيس شخصيا، وديك الساعه الساكنه كتخرج. لما دخلنا لقينا الباب مسدود، هذا تسالنا قال لك لا راه جلسه مغلقه. تخرجت هنا عند المواطنين قلت له ودي راه جلسه مغلقه، واش دخلتوا قال لك لا راه قال لك انت اللي قررتيها، وانتم عرفتوا العلم وعارفين شكون اللي قرر وعرفتوا كل شيء. وهاد التلاعبات عينا منا احنا في هذا المجلس، تلاعبات عينا منا 93 احنا هنا ما شاهدناش هاد الخروقات اللي كاينه الان. ثم كمعارض رد فعل ديالكم دابا احنا تعرضنا في عدد ديال المسائل، وما كنا اولا بعدا ما حضرناش الحساب الاداري لان في الوقت اللي خرجنا لعندكم داز في واحد السرعه مفرطه ديال قل من خمسه ديال الدقائق. شي ساعه اللي خرجنا عندكم دخلنا لقيناهم صوتوا في الضو والضو. ايوا صوتوا، راك الناس اللي صوتوا سامحهم الله، راه التاريخ كيشهد عليهم. معلوم غنطعنوا، وحنا غادي نحطوا دابا طلب ديال نسخه المحضر باش نشوفوا الملاحظه اللي غادي يكتبوا فيها، وغادي انتوا تلتجئوا للعداله وغادي تلتجئوا للسيد رئيس الحكومه باش هو يتدخل في هذا الموضوع باش يكون شي تعديل في الميثاق، لانه غير ملائم مع الدستور الجديد. الدستور الجديد سيدنا الله ينصرو اعطى المواطن الولوج الى المعلومه. اش عندنا ما نخزنوا حنا في عين حروده اللي دايره سيدنا؟ واش عباد الله مجلس المدينه ديال الدار البيضاء كيتسير 200 مليار سجيد حل البيبان كتدخل فوق 1000 البشر، وحنا هنا ما عندناش حتى جوج فرنك وسادين البيبان وجايبين الدرك وجايبين القوه وجايين ومدخلين السلطه هي حارجينا في هذا الموضوع. علاش علاش شنو هي علاش؟ ما اين هو الضرر الى دخل مواطن والتزم الصمت ما عندوش حق يدخل ويتصمت بودني ويخرج بحاله؟ ما اين هو الضرر؟ ما كاينش ضرر. علاش علاش كنحرموا المواطن هذا الشيء؟ علاش؟ اشنو وقع؟ اشنو قلنا اللي هو كيستحق هذه السريه؟ هذا انا كنعتبره حيف
وتعسف حق المواطن ديال عين حرود. تقدر تقول المواطن ما تيبقاش كيثق في الاعضاء ديال جماعه عين حرود؟ من حقه من حقه من حقه من حقه من هاد الاشياء اللي هكا من الاعضاء كيساندوا الرئيس في موضوع بحال هذا من حقهم ما يثقوش فيه. قاطعوا انتخابات من حقهم ما يثقوا من حقهم ملي كيقرر شي حيت شوف كيما كنقول واحد العباره بالفرنسيه حيت ما عرفتش نقولها بالعربيه قال لك لا ديفينيسيون دان فو يعني واحد التفسير ديال الحمق شنو هو؟ هو شخص لا يفكر كالاخرين اي تان بيرسوناج كي نو بونس با كوم لي زوطر. الله ينورك. الرئيس لما قال شي حاجه خص هذوك الناس اللي معاه جي سي فلان الله يهديك بحال شنو عندنا تراجع الله وخلى هاد الناس يدخلوا وكرا المشاكل بردت والامور دازت على خير وبخير هو شعلها قتل وجاي عزي وخرج واحد من النور تيقول للاخوان وراه التدلاوي اللي قال هادشي علاش انا طرت الحافظه ديالي كما عباد الله اللهم دام الكره هادشي راه حرام اللي دار شي حاجه تكون عنده الشجاعه الادبيه يقول درت اش كيتخزن واين هو الضرر هاد المواطنين يكون دخلوا وتصنتوا هادو علاش جايين هادو ما بقاش عندهم هم هادو ما بقاش عندهم مشاكل هادو مشاكلهم ورا ظهرهم هذا ما بقاش كيقلب على راسه كيقلب على ولادو اللي صغار مشردين شو واش كاين شي مستقبل ولا ما كاينش ما هو صافي صلاة عنبي درهم ديال الزيتون ونص خبزه يتغدى ويتعشى بها وعيش باش معط الله فهمتي كيشوفوا هاد واش كاين شي مستقبل واش كاين شي مدينه جديده واش كاين هذا هو همهم وبغاو يسمعوا بودنيهم كما قلتي لان ما بقات عندهم ثقه في احد كل واحد كيجي يغني عليهم اغنيه معك الحق وعلى تمن السيئه اللي جا دابا غتصرفوا عليه تمن كمجلس وخا تمن حنا بعدا مشاو هما اللجنه التقنيه في العماله وقال الرئيس بالحرف انه غادي يجيب الملاحظات كتابيه وخصو يعرضوا علينا اذا به هنا كنسمعوا من لسان بعض الاعضاء ومنهم نيت ثقه قال لك راه درنا الملاحظات صيفطناهم ما عرضوهمش علينا حنا ما شفنا والو ما عرفنا والو ما عرفنا والو ما شفنا والو ما عطاونا حتى حاجه ما شفنا حتى حاجه مع العلم هو واعد بصفه رسميه بحضور العامل مدير الوكاله الحضريه قال لهم راه الملاحظه ديالنا غتجي كتابيه باش تجي كتابيه على الاقل يعرضها على المجلس وكل واحد غيبدي برايه ويبدي بافكاره وديك الساعه ديك اللجنه التقنيه تعرض من بعد عاد غادي يجي للمجلس جمعيه الكساكين ما كاينش واحد هذاك غيكون واحد البحث علني راه غادي يجي بحث علني وكيتفتح واحد الكناش طبقا الماده 26 25 25 بقانون التامين كيتفتح لمده شهر والرئيس خصو يوفر للناس السجلات ويوفر للناس ما عرفناش غيدير ثاني ما عرفنا هذا اللي كيدير جلسات مغلقه الله يحفظ ثاني تلا غلقت هذه السجلات وغلقت الابواب ياك من بعد كيكون بحث علني رسمي من بعد ما كينتهى البحث العلني كيدوز في الدوره كيتبرمج في الدوره عاديه او استثنائيه ومن بعد كيتصوت عليه كيمشي باش يتنشر في الجريده الرسميه باش يصبح قابل للتطبيق هادشي اللي كاين اول سؤال علاش مغلقه راه مغلقه القانون الداخلي اللي صوتوا عليه 29 عضو راه مصوبين الاعضاء كان طالب ديال بعض الاخوان طب الرئيس طبق القانون الداخلي قالوا باغي دوره مغلقه راه داروا مغلقه طبق القانون الداخلي راه مصوتين على الاغلبيه بالاجماع ماشي الاغلبيه لا القانون الداخلي لا تصوت لي القانون الداخلي ديال المجلس صوتنا عليه احنا ب 29 عضو 29 انا كنت معاه ايوا قال لهم اسمح لي هاجي باش تخربق لا لا انا مزوج فيك واش بعدا رانا ورقه الحضور كانت فين هو الضوء يحضر اليوم الحفياني يحضر لا الحفياني كاين خارج ارض الوطن هادشي ما فيهش شوف في حفياني خارج ارض الوطن الضوء عنده ظروف صحيه خليك شوف خليك المسرحيه والحفياني خارج ارض الوطن المعلومه ناخذوها لان بغينا على المعلومه على المواطنين مدينه كجمعيه عطونا المعلومه نعطيك المعلومه اللي بانتيها سمتني شوف لا بلاش بلاش شوف حق شوف حق شوف حق المعلومه شوف شوف لا تفهمت انا ما كنتش انا ما كنتش شوف حق المعلومه مضمونه وكنقولها بكل شجاعه شوف هذا
هذه الولايه الرابعه هو معايا ودائما عنده مصداقيه واليوم اخويا شتك لا وانا كنقول القانون بلا لا القانون قلتي صوتنا 29 لا ما صوتناش اليوم لا ما صوتناش فهمت كلامي دابا مزيان ما صوتناش عاصم عاصم القانون الداخلي صوت على المجلس في بداية الفترة ديالها القانون الداخلي القانون الداخلي اش يقول القانون الداخلي اش يقول كيقول لا ثلاثة الأعضاء طلبوا دورة مغلقة راه تتنفذ أو الرئيس لا الرئيس ما طلبش طلبوا الأعضاء شكون هاد الأعضاء؟ لا راه ما حضرش خذ معايا أعطينا سميات وي جبار ما عندكش الشجاعة أنت ما طلبتيش هذيك النار غلط هاد الناس هادو هاد الناس هادو ماشي هما الشفافية ولا المصداقية هاد الناس هادو وعدوا لك ما لا علنية 35 مواطن 35 مليون مواطن مغربي نائب الرئيس قال لهم انا لما كانت الشفافية والمصداقية غادي نقدم الاستقالة ديالي فينا هي الرجلة فينا هو هاد السيدة انا ما كنتش هاد السيدة انا كنعرفو راسي عضو ماشي مريقي يقدم استقالة معارضة راه زيرو معارضة ما كاينش حتى معارضة راه مسرحية كنت تمثل علينا كنت تمثل علينا ما كاينش واحد معارضه هذا تقليد هذا مسؤوليه هذا وزر هذا وزر كيتحملوا هاد الناس هذا وزر 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 منكم الله ياخذ فيكم الحق اي عضو الله ياخذ فيه الحق انا كنتحدى اي عضو كيقول لكم انا نزيه انا كنتحداه كنتحدى اي عضو يقول لك انا نزيه نزيه انا مع المواطن واستقامي اكمل الكلمه ديالك وصافي الحساب الاداري درنا فيه 20 ساعه في اللجنه الماليه وتمت دراستهم جميع المعطيات وصوتت عليه بالاغلبيه الحمد لله كان اجتماع كنا منتظرين باش نناقشوا الحساب الاداري اذا به تناقش بواحد الطريقه لما غير معقوله لانه خرجوا الناس ديال المعارضه اللي كل معارضه خرجوا برا من القاعه اذا به الناس ناقشوها بجوج دقائق وصادقوا عليها بدون استشاره اي شخص وبحضور السيد الباشا وهذا الشيء سجلنا عليهم في المحضر وطلبت انا شخصيا بانه هذا الشيء خصو يتسجل لانه ما يمكنش الناس ديال المعارضه ما يدوش بالراي ديالهم في الحساب الاداري اللي كيمثل السيد والتدبير ديال الشان العام المحلي وهذا هذا المنطقه تجاوزات الحدود وكنطالبوا السلطات المحليه بان تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وتحاول دير التحقيق في النقطه هذه لان لا يعقل بانه الحساب الاداري يدوز بجوج دقائق بالقراءه ديالو بالتصويت ديالو بجوج دقائق خرجنا عند الناس الساكنه كنهضروا معاهم اذا به رجعنا لقينا التصويت داز مغلقه طلبنا بانها تكون جلسه عامه علنيه اذا به السيد الرئيس طلب التصويت وصوتوا عليه بعض اعضاء للاسف صوتوا عليه بعض اعضاء المجلس صوت تقريبا صوتوا عليه الاغلبيه تقريبا 15 عضو صوتوا لسريه المجلسه وهذا كيعكس التصور او سوء التدبير ديال المجلس البلدي عين حروده وهذا كنتاسفوا ليه لانه لا يعقل بانه الناس كيقلبوا على الخبر في الانترنت وقلبوا عليه في الجرائد وكذا واذا به احنا في المجلس البلدي عين حروده ما عندنا ما نخبيو كتصدر جرائد كنهضروا في اذاعات كل شيء هادشي كيوصل للمواطن ولكن كنطلب بانه خص العقليه تغير في عين حروده وخصنا نحاولوا ما امكن نفسروا هادشي الناس المسؤولين اللي كيتبعوا وعندهم وصايه على المجلس خاصنا ضروري السلطات المحليه تتحرك في هذه المسائل هذه ما يمكنش تبقى كل الجلسات سريه خاصها تكون علنيه باش المواطن كل المواطنين جميعا يكونوا حاضرين ويتبعوا ويشوفوا شكون اللي كيدافع على المصلحه العامه وشكون اللي كيضد المصلحه العامه وشكرا اللي مرت فيه الدوره هو جو مشحون مسرحيه فاشله كون كانت شي معارضه مسرحيه شكون الاخراج ديالها؟ الاخراج ديالها معارضه فاشله لانه كان المعارضه لكون كانت بغات تقول خصها تجي تتحاسب مع الرئيس وتطرح لها شنو من المشاكل اللي كاينين للاسف جا الحساب الاداري غادر المعارضه طرح واحد النقطه هي ديال القاعه علاش تبدا القاعه؟ لا القاعه الجلسه مغلقه راه المعارضه مصوته على القانون الداخلي والقانون الداخلي كيعطي حق بعقد دورات مغلقه الا طالبوا ثلاثه الاعضاء وحسب القانون الداخلي وحسب الدائره ديال سميتو راه كتغلق كتغلق ولا كانت الا ما بغاوش راه ما بغاوش جمعيه المجتمع المدني ديالكم ديما كديروا جلسات مغلقه كدير عليهم الباب لا ما المجتمع المدني يلاه عندنا نشوفوا في الدورات الاخرين ما عمرهم حضروا
لا تكون مغلقه كيقول لا ما عمرهم حضروا المجتمع المدني يلاه كل ما قربت الانتخابات كل ما زادت الحاله في الحروبيه سخونه شويه صويت باغلبيه ساحقه وحنا كفينا الحساب الاداري تناقص ما حسبتهمش ولكن الاغلبيه الحاضره حيت الاخرين ساحبوا واللي في القاعه راه صوت لان المجلس كتعرف كيدير تدبير المفوض في النظافه في الكهرباء في الحراسه عندنا عندنا مركبات اداريه اللي كثيره بحال مركب سوسيو رياضي ملعب الداخله القاعه المغطاه مركب ثقافي فكر المجلس باش يرشد النفقات ودار اتفاقيه الاطار باش نديروا الحراسه والحافله اللي من الحافله ما الحافله راه غتبرمج اه لا قبل ولا شنو لا الحافله الاتفاقيه اللي كنت كتدخل في اتفاقيه شراكه مع مندوبيه التعليم باش الناس ديال الحربيلي دوار الحجر غنصوبوا لهم الحافله ديالهم وغنعطيوها لمندوبيه التعليم باش تعود تنقل التلاميذ اللي في الدواوير في المقاطعه الثانيه. لا قبل تكوين مالي اش حنا عندنا تكوين مالي فين حروب هنا بلا ما يتنقلوا ليا على خصو يفتح. لا التكوين المهني كان في البلاصه اللي ما كتطبقش تصميم تي ا ولكن كاين تفكير دابا باش يكون في مشروع مدينه زناته الجديده كاين البلاصه ديالو كاين المكان ديالو في مدينه زناته الجديده. في اللجنه المحليه للمبادره للتنميه البشريه طالبنا باش تفتح ووافقت لنا الاداره باش يدير لنا تكوين متحرك ولكن البلون داميناجمون لان الموقع ديالو جا في زاد الفلاح وكان هو اصلا كان في ارض الخواز من شكرون ومولاها مول الارض بغى ارضه علاش حيدوه؟ وتما ما كتصور لا ما كتطبقش لان هذاك المكان كيتوجد في التصميم ديال المركز ما دخلش المدينه الزناته الجديده والان كاين تفكير باش يتبرمج في مشروع مدينه الزناته الجديده. النقطه الاخيره ديال مشروع مدينه الزناته الجديده مشروع مدينه الزناته الجديده حنا حاطينه في نقطه ولكن اجلنا تحضروا معنا المسؤولين حنا غنناقشوا جميع الجوانب ديالو سواء المشاكل اللي كاينه سواء المشاكل الانيه سواء المشاكل المستقبليه. مستشار جماعي بالنسبه للكيفيه اللي داز بها التصويت على الحساب الاداري وهذه كيف قالت الاخت لطيفه الزين نائبه رئيس لجنه الماليه بانه هذا المشهد الحساب الاداري تناقش في اللجان عده مرات والساده الاعضاء اخذوا فيه اللي تليق واللي ما تليقش وهذه مقارنه مع المعارضه ما كانش تكون ولكن الغريب في الامر المعارضه اين المعارضه تهضروا عليها؟ المعارضه كاينه زيرو والمحاضر تشهد المحاضر خلينا الهضره ديال الساحه وديال هذه عندما حان التصويت لماذا المعارضه انصرفت من القاعه ولم تصوت؟ علاش؟ الا نسميها معارضه ومعارضه تجي وتناقش المشاريع وترفض هذه وتخلي هذه وتصوت بالرفض اما من اللي خرجت فانها تسمى معارضه بناءه تساند الرئيس الخفاء. اما في شي دار ولا في شي قهوه وكيتجمعوا في شي قهوه ولا كيتعشوا عند شي واحد اليوم غنديروها مغلقه وغادي الحساب الاداري الحساب دوره اخرى ديال عاديه ارى رئيس غلاضي تراسها الرئيس ما كاينش دوز امور واش قلتوا في فيديو اذا اليوم اللي كنطالبوا كنطالبوا الكل يتحمل المسؤوليه ديالو الدستوريه والقانونيه وعيا منا في انخراطنا الفعلي بكل مواطنه حقيقيه بما يظن الدستور الجديد في تسعين المقاربه التشاركيه كيف يعقل اليوم كيطلب منا كمجتمع مدني ننميو الحق التنموي واليوم سادنا المعادله التنمويه والمعلوماتيه اللي في الحساب الاداري كيف يعقل ان جمعيه ولا مواطن ما ينخار في المشهد التنموي وفي التنميه المحليه والجهويه واليوم السيد الرئيس ومن يدور في فلكه اقول السيد الرئيس ومن يدور في فلكه كلهم معروفين من يدور في فلكه كلهم كيجعلوا الدورات مغلقه وبالتالي كتبقى الابهام وكيبقى الغموض وكيبقى اللبس فيما هو محلي هذا الابهام اتضح من اجل كانوا دوار روزين ديال الوقفه الاحتجاجيه والناس ديال التنسيق ديال الوقفه الاحتجاجيه والناس كلهم ديال الوقفه الاحتجاجيه وكان المجلس البلدي انذاك كيدير دوره استثنائيه حلوا مشاكل قروض مدينه الزناته الجيده واليوم ديال النقطه الاخرى هي حول مشروع مدينه الزناته الجيده وبالله عليكم البارح كنتوا كتناقشوا مشاكل القروض اليوم كدولوا حول مشروع ثم بينوا لنا نعطيك كذلك ومثال شي حوايج اللي بانت على الاختلالات التدبيريه للمجلس البلدي وهي في المنطقه الغير خاضعه لحياه الدوله في اطار مشروع مدينه الزناته الجيده كانت تهيئه الجوطيه ديال الحروده الجوطيه ديال الحروده اللي كانت حي كسوس قديما تحولت للجهه الاخرى وكان واحد العضو انذاك قال لهم في 2004 كان فائض مهم ديال الميزانيه وقال لهم البرمجه ديالو في اطار اعاده الهيكله الجوطيه وما داروش هذه اعاده الهيكله ومشاو كيبنيو في حوينتات دابا وما دايرين لا بانو لا والو بمعنى واليوم جات تصميم تهيئه وشمل ديك الجوطيه في تصميم تهيئه بمعنى ان الدراسه الاوليه كانت مغلوطه
ولا كانت انفراديه، وحنا اليوم راه ضد القرارات الانفراديه، ضد قرارات انفراديه، ضد اي حاجه فوقيه، نامل في تنميه مندمجه باشراك الجميع. ومن شان حضور المجتمع المدني والمواطن الى الدوره لا كفيل بان يبنى هذه المقاربه، والا فالتنميه نصلوا عليها سلام. دغيا وتقرا المحضر. بالنسبه لانا كنائبه رئيس لجنه الماليه، عقدنا 4 ديال الاجتماعات واللي داموا تقريبا 20 ساعه، يعني المجلس هو راه خاص يتاخذ فيه القرار ماشي باش نناقشوا فيه. وانا راه قريت، انا اللي قريت المحضر، قريت الشيء المهم، تدخلات ديال السيد الكاتب العام، قريت التوصيات، يعني الشيء المفيد. وبالنسبه للناس اللي قالوا بان راه الجلسه المحضر تقرا بواحد السرعه، ما تقراش، وانما راه كانت لجان وعقدنا 4 ديال الاجتماعات، كانوا هاد الناس يجيو ويحضروا. واللي بغي نوصل للساكنه وبغي نوصل لها بزاف، ان هاد الساكنه حنا راه هازين واحد الثقل على كتافنا، وحنا راه الناس وسط الدوار، وربما حتى شي واحد ما كيعاني كيحس بهم قد ما كنحسوا بهم حنا، واخا تعرضنا لبعض الاهانات واللي ما بغيتهاش تكون، لان انا بعدا وعبده ربيه ما نقدرش نستحمل ولو نقطه من السماء تنزل على الساكنه ديالي. وشكرا.